أسعد الله مساءكم بكل خير سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من جدل عراقي. جدل عراقي يناقش اليوم الخلافات حول الانتخابات. الخلافات حول الانتخابات هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. رحبوا معي بضيوفي، كل من الأستاذ سعيد كاكاي عضو مفوضية الانتخابات السابق والناشط السياسي المهندس عمار كامل. مع السيد الكاكاي أبدأ أولا. مساء الخير أستاذ سعيد. المفوضية اليوم أكدت أن الطعون لن تغير في نتائج الانتخابات لأن الاعتراضات خضراء. ما جدوى الطعون إذن؟ نعم، في البداية تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. بكل تأكيد حسب الطعون والشكاوي اللي يقدموها المرشحين والكتل السياسية، نوعية الشكوى والطعون هي اللي تحدد النتيجة النهائية. طالما المفوضية أعلنت بأنه أغلب الشكاوي هي خضراء، سوف لن تكون هناك تغييرات جذرية وجوهرية وحتى تغييرات طفيفة في ما أعلنت من نتائج أولية من قبل المفوضية. نعم. طيب، هذه الاعتراضات التي ظهرت كيف ستتعامل معها المفوضية؟ هل كلها خضراء؟ هل نازلون الآن إلى الشوارع طعونهم أو طعنهم بالانتخابات؟ لا أعني الإطار الرسمي أيضا لا يؤخذ به، ليس بمجد مثلا. للأسف الشديد هناك تردد في الصوت، لكن اللي افتهمته من سؤالك هو هل ما يؤخذ في هذه الطعون وشاكليتها ونوعيتها؟ بالتأكيد لكل طعن المفروض تكون هناك أدلة دامغة وأدلة ثبوتية تثبت يعني أسباب الطعن والشكوى. أي شكوى يرفعها أي مرشح أو طرف سياسي إذا تكون الشكوى أو الطعن خالية من الأدلة، فأوتوماتيكيا هالطعون هذه تروح إلى خانة الخضراء، أي بما معنى الطعن ما يحمل أي يعني كريديبيليتي، أي موضوعية. أها. أي سببية، لذلك تهمل الطعن أو الشكوى. نعم. طيب، اختلط السياسي بالرسمي من قبل المفوضية، هل تعتقد ذلك؟ هل أن بعض الآراء السياسية ربما أثرت على طريقة الطرح التي رأيناها للنتائج؟ وأريد أن أسألك، إعلان النتائج بهذه الطريقة وأنت عضو مفوضية سابق، هل أنت راض عنه؟ بكل تأكيد المفوضية وهيكلية المفوضية في هذه المؤسسة الحساسة تختلف عما كنت أنا متواجد فيها، اختلاف شاسع وكبير. أولا، بدءا من هيئة أو مجلس المفوضين، السادة أعضاء مجلس المفوضين الحالي هم قضاة متمرسين في استخدام القانون وملمين في دهاليز الأمور القانونية والإدارية، لذلك هم عملوا بما يرضي ضميرهم ويرضي الله ويرضي الشعب. هذا أنا قناعتي. أما فيما يتعلق بالمفوضين والفنيين والإداريين والخبراء داخل المفوضية، حتى هناك صار تغييرات، أكثر من 422 مسؤول، من مسؤول شعبة إلى معاون مدير عام وحتى إلى مدير عام تغيروا. فهالتغيير هذا أربك بنوع ما عمل المفوضية، لذلك تجد المفوضية في بداية إعلان النتائج الأولية كان إعلانها للنتائج الأولية مربكة لكن غير مقصودة، لأنه هذا الإرباك تأتي من الفنيين وليس من أعضاء مجلس المفوضين حسب البيانات اللي ترفعها الفنيين والمختصين في جمع البيانات
وإدخال البيانات وتفصيل وتفسيق ومقاطعة البيانات هم اللي مسؤولون عليه. لذلك السادة أعضاء مجلس المفوضين صار عندهم تخبط فيما يتعلق بإعلان النتائج. في كل الأحوال النتائج أعلنت خلال مدة قياسية اللي هو أسبوع قياسا بالانتخابات السابقة. فالأطراف اللي فازت هي الأطراف اللي سوف تحصل على المقاعد النيابية، سواء كانوا مرشحين مستقلين، مرشحين فرد، مرشحين ضمن قائمة سياسية وما إلى ذلك. طيب. هذا هو العرس الانتخابي، والعرس الانتخابي يكون هناك ناس فرحين بالعرس وناس غير فرحين بالعرس، ناس انضربت مصالحهم وناس كبرت مصالحهم. اللي كبرت مصالحهم أنا مع هؤلاء الناس، لأنه الغاية الأساسية هي خدمة المصلحة العامة وليست المصالح الضيقة الحزبية أو الشخصية. احنا يجب أن نضع مصلحة العراق فوق كل المصالح الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية. همنا الأول والأخير كيف نقدر نبني عراق ديمقراطي، عراق يتقبل أعضاء المجتمع العراقي، يتقبل الواحد الآخر ويحترم رأي الواحد الآخر ويعمل مع الآخر لإنجاح وبناء هذا البلد الذي شاف ومر بالكثير من المعاسي والولع. نعم نعم سيد كاكا إيسا، أعود إليك لكن بعد أن أذهب إلى الناشط السياسي المهندس عمار كامل، أرحب بك سيد الكريم وأسأل مباشرة عن رأيك بنتائج الانتخابات. تحية لك ولقناتكم الكريمة ولجمهور قناة سامراء. طبعا بالبداية أحب أنوه على قضية مهمة جدا اللي مثل ما ذكر الأخ، وتحياتنا إليه، ذكر أنه هذا عرس انتخابي. احنا كمجتمعات عربية اليوم من تكون عندنا اعراس، عندنا اعراس تليق بمجتمعنا كمواطنين عراقيين. لكن انا احب انوه على قضية مثل ما ذكرت لك، انه هنا العرس الانتخابي الموجود ناقص الاهلية. شلون احنا وقعنا بعدة مشاكل على مدى 18 سنة، وهاي خامس دورة انتخابية تجرى بها الانتخابات. لو تلاحظ نسب المشاركة بالانتخابات منذ بداية احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية ولحد هذه اللحظة راح تشوفها في نسبة في تنازل، تنازلية. نعم. هذا يدل على أنه عدم ثقة المواطن العراقي بالعملية الانتخابية، وبالتالي لحد اللحظة هاي نسب المشاركة نسب لا يعول عليها. والدليل أكثر المرشحين اللي فازوا بالانتخابات، وأحب أهنيهم من خلال قناتكم الكريمة، فازوا ب5000 صوت، وبهم اللي فاز ب6000 صوت، وبهم اللي فاز ب10000 صوت. ما معقولة في غير دائرة انتخابية أو في غير محطة أنه فايز ب20000 صوت. هذا التفاوت بالأصوات أعتقد هو دليل كافي على أنه لا توجد هناك رؤية حقيقية أو مهنية نسبية بين الفائزين. هذا من جانب. الجانب الآخر يا أستاذنا الفاضل، اليوم الكل يعلم من هي الطبقة السياسية وما هم دورهم في العملية السياسية. لحد هاللحظة من الانتخابات أفرزت بسبب تدني المشاركة ونسب المشاركة وجود خلل، والدليل أيضا ما ورد من نتائج أولية وما أعلنت عنه المفوضية من نتائج أولية. أنا أعطيك دليل بسيط، أنه نتائج الاقتراع الخاص لم تعلن، وكان المفروض والأجدر بالمفوضية الإعلان عن هذه النتائج مسبقا، قبل على اعتبار قبل أن لا يعلنون على التصويت العام على أقل تقدير بساعة أو من بداية الصباح الباكر. لم نجد إعلان واضح للنسبة المشاركة لنسبة الفائزين. هذا الأمر أولا محل جدال. اثنين، اليوم عندنا اعلان نتائج اوليه، والنتائج اللي صارت وعلتها المفوضيه تورطت بها لان اكو نقص بالبيانات، وهذا بالتالي يعتمد على مبدا الجهاز الالكتروني ونقل ناقل البيانات. ايضا هناك مشكله كبيره،
عندنا احنا مراكز انتخابية. انا اكثر من شخص اتصلت به وتكلمت وياه انه مدير محطة ومدير مركز انتخابي. يا ترى هل يليق بهذا العرس الانتخابي انه يكون بموقع لا يمتلك الأهلية مثلا روضة؟ روضة سواها مركز انتخابي، زين انت من جبت هذا العرس الانتخابي وسويته بروضة، انا اريد اسأل وين راح يقعدون الموظفين المفوضية، المراقبين الدوليين، المراقبين الكيانات، يعني وين تقعدهم؟ يعني حتى الرحلة 60 سنتيم وين تقعدهم؟ زين نشوف مراكز الانتخابات، شوف المفوضية شنو اللي قدمته، شنو الحكومة اللي قدمته لهذا العرس الانتخابي، وبالتالي هاي النتائج متلاطم عليها من بعض الجهات السياسية، والجهات السياسية فرحة بالنتائج. لذلك موضوع الديمقراطية بالعراق موضوع بعد يعني غير جاد وغير ماكو نية صادقة من الطبقة السياسية انه يتقبلون هاي الارقام والنتائج. لذلك رموا في ثقلهم على انه اكو مشكلة في نتائج الانتخابات، واكثر من جهة سياسية اعلنت علني وبها تصعيد وبها تهديد وبها وعيد. لذلك نحن لن نرى الديمقراطية لحد هذه اللحظة بالطرق الحديثة أو الطرق المعتمدة في باقي دول العالم. لذلك نحن لحد هذه اللحظة لا نرى وجود الديمقراطية سائدة. ما أدري تسمعني أستاذنا العزيز؟ أسمعك جيدا. نعم أسمعك جيدا سيد الكريم، لكن أيضا أريد أن يعني أن أسأل، هل حقق الشعب ما يريد من خلال إجراء انتخابات على الأقل لكي نسميه عرس انتخابي؟ لا أكيد أخي، نسبة المشاركة نسبة لا نعول عليها، والدليل ما صرح به الاتحاد الأوروبي، المراقبين الاتحاد الأوروبي قالوا نسبة لا نعول عليها ونسبة ضعيفة، ولحد الساعة 12 والواحدة ظهرا لم تكن هناك نسب مشاركة. أنا أعطيك مثل، أحد الأصدقاء اتصل بي قال لي مهندس عمار أنا مدير محطة، يقول محطتي بها 440 ناخب، يقول اللي جوي كلهم 78 واحد. هسه لو تراجع الأشرطة والأجهزة مال المفوضية راح تلقى نسب المشاركة نسب متدنية. وقلت لك أنا بداية حديثي أكو فائزين فاز ب 6000 صوت وأكو فائزين فاز ب 20000 صوت، ماكو مقارنة، ماكو يعني إذا تحسبها يعني أنا فايز ب5000 صوت ب6000 صوت، أضف إلى ذلك الكوتة النسائية هم يعني حاسبيها حساب شلون نقول مال عرب، حاسبيها على مقاساتهم. ماكو اليوم إحنا في لو تراجع الأنظمة الدولية وتشاهدها وتشوفها هاي الدول المتقدمة والدول اللي أسست للديمقراطية مؤسسات رصينة، اليوم هذا كله يعني أقول لك إياها بصريح العبارة، نحن كشعب عراقي وطبقة سياسية لا نؤمن بالديمقراطية من حيث المعطيات على الأرض. اليوم أكثر الطبقات السياسية الموجودة اللي كانت نسبها فوزها بالانتخابات الحالية نسب ضئيلة جدا، لذلك اليوم ردود الفعل كانت غير ملائمة وغير مجدية، إنه حصرا إنه القوة، استخدام القوة، التهديد بالسلاح برفع السلاح ضد سياسة الدولة والنظام السياسي، كذلك وجود مظاهرات وقطع للطرق وحرق للإطارات، هذا كله دليل واقع على فشل. نعم لكن سيد عمار كشيء عملي ربما حدثت أشياء فوق المعقول، إذا سمحت لي ربما وقعت أشياء فوق المعقولة. وأعود للخبرة الانتخابية الأستاذ سعيد كاكائي وأسأل نسبة المشاركة على أي أساس احتسبت على نسبة عدد الأشخاص المستلمين للبطاقات الانتخابية، وهل أنت مقتنع أن نسبة المشاركة تعدت 40%؟ بصراحة سيد كاكائي أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال خليني أوضح هو مفهوم العرس. العرس ما يعني العرس بأنه كل أبناء المدينة يشتركون في العرس، وإلا المدينة ما تبقى بها قوة أمنية، ما تبقى بها أصحاب المتاجر، ما تبقى بها الناس اللي يخرجون من العروس أو العريس وما إلى ذلك. جميل. جميل تشبيه جميل. إذن العرس محدود بعدد المشاركين فيه وليس
العدد الكلي لأهل المدينة. نعم نعم، لكن نعم، لكن سيد كاكائي على الأقل أن يأخذ الغالبية. لا لا لا، فإذا كانت الانتخابات أجمعت الغالبية. سيد كاكائي أنا سأوضح شيئا إذا سمحت لي. العرس الانتخابي الذي حدث في هذه السنة قبل أيام كان عرسا مبنيا على انتخابات شبه عشائرية، فيفترض العشيرة كلها موجودة من انتخابات مالي. لا 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 أرجوك، هذه استهانة بحق الناخبين واستهانة بحق المرشحين، وهذا أنا ما لا 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 أغلب أغلب لا لا أعتذر أعتذر عن هكذا لا لا الإجابة عن هذا. لا 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 سيدي الكريم، لا سيدي الكريم، الغالبية من المحللين السياسيين أكدوا أن الموضوع حصر مناطقيا وحصر عشائريا إلا في بعض الأحزاب. هذه الغالبية عندك، هذه الغالبية عندك، أرجوك أرجوك بس انطيني، أنت سألتني سؤال خلي أجاوبك. جاوبني جاوبني، خلي أجاوبك. طالما أنت بالقانون لا بالدستور العراقي ولا بالقوانين العراقية محدد نسبة المشاركة إشقاد، فحتى لو 1% يشتركون بالعملية الانتخابية هو عرس انتخابي، حتى لو 1% من مجموع الناخبين هو عرس انتخابي. ليش؟ بمقاييس نجاح العملية الانتخابية، مو بمقاييس المشاركة في العملية الانتخابية. ها، المشاركة في العملية الانتخابية واحد، ومقاييس نجاح العملية الانتخابية شيء آخر. احنا دا نحكي على أمور فنية مو سياسية، أنا ما أجاي أبارز هنا بالأمور السياسية وردة سقط فلان وأيد فلان، لا، أنا جاي أوضح لك نقاط فنية، نقاط عملية، نقاط إدارية وقانونية. غير هذا أنا ما أدخل في سجالات سياسية ومناكفات والإطاحة بهذا الجانب أو ذاك. أنا أدافع على مؤسسة أنا كنت فيه، وأنا اللي كنت السبب الرئيس في تغيير ما حصل، لأنه أنا الوحيد اللي بالبداية ظهرت وقلت أكو فساد وأكو تزوير وأكو تلعب بالنتائج. لكن اليوم من أشوف الواقع حرام علي أكذب عليك، حرام علي أكذب على المواطن. أشوف الواقع بأن المفوضية قاعد تعمل بكل قدرتها وجهدها أن تقدم لك عمل شفاف، وبالعمل الشفاف هناك شفافية ناصعة البياض وهناك شفافية مقززة. المفوضية قدمت لك عملية شفافة مقززة. ليش مقززة؟ لأنه ما أخذت القانون حصره أن يعلن النتائج خلال 24 ساعة، فالإرباك اللي صار أخطاء، والأخطاء هذه رفعت من قبل الخبراء والفنيين داخل المفوضية. طيب مجلس المفوضين شنو ذنبه؟ ليش أنا أجي أتهم مجلس المفوضين وأمسح كل عملهم النزيه وعملهم الفني والقانوني؟ ما أقدر يا أخي، ضميري ما يقبل. سيد كاكاي، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أنا هنا أقدم برنامجا بين طرفين وأطرح تساؤلات الشارع. أيضا هنالك من قال أن إعادة إعلان النتائج في تلك الليلة، يعني أن تعلن النتائج في الساعة الواحدة فجرا، زين، وتغير بعض المقاعد وتغير استحقاقات وتضع استحقاقات لآخرين، لقد خلق هذا المشهد إرباكا، وأنت عراقي وشهدت ما حصل. لا يعقل أن الدولة تدخل إنذارا أمنيا هكذا ببلاش. لا لا، إرباك نعم حدث إرباك، بس هذا الإرباك ما أثر على النتيجة النهائية بنسبة كبيرة جدا، ما أثر. يعني شفنا كمثل أعطيك، مو إيش اسمه، شفنا التيار الصدري صعد إلى 73، نزل إلى 72، 71، حتى 68، وصعد مرة الأخرى إلى 73. بالنسبة للحزب الديمقراطي نزل إلى 29، صعد إلى 33. هذه ما تعني يعني تغيير النتائج بشكل خلنا نقول هائل، لا، تغييرات طفيفة، لا، لكن أحزاب أخرى فقدت مقاعد. أنا لا تسألني ليش فقدت مقاعد، أنا أقول لك ليش فقدت مقاعد، لأنه
ما قدروا أن يجيشون ويهيئون ويحثون أعضائهم ويحثون الناخبين في المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. هسه أقول لك، أنت سألتني ليش المشاركة متدنية، هو أنت شتحط بالماعون، شتحط بالماعون حتى تأكل. إذا أنت مجوع الناس وما عندك شيء تحط بالماعون، فالناس ما يجون للماعون لأنه فارغ. نعم. أقصد الحيتان والأحزاب السياسية الفاسدة هي السبب الرئيس للعزوف عن لعزوف أغلب الناخبين على الانتخابات. لكن هذا العزوف ما يعني بأنه الانتخابات كانت مزورة أو الانتخابات غير صحيحة وما إلى ذلك، طالما مثل ما قلت وعيد وكرر حتى لو نسبة المشاركة 1%. هسه أجاوب على سؤالك، أنا مو مع مجلس المفوضين بالقياس اللي اختاروه لظهار نسبة المشاركة. ليش؟ لأنه القانون والدستور محدد كل من عمره أكثر من 18 سنة هو ناخب. إذا إحنا عندنا 26 قرابة 26 مليون ونص ناخب. نعم. المشتركين في العملية الانتخابية قرابة 10 ملايين. إذا نسبة وتناسب يطلع عندي 36% من الناخبين اشتركوا بالعملية الانتخابية. وأبوك الله يرحمه. هذا المفروض مجلس المفوضين مستندين على هذا، مو مستندين على عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين. ولذلك يعني استخدموا سجل الناخبين طرحا من عدد الناخبين اللي اشتركوا بالعملية الانتخابية، فالنسبة صعدت تعدوا إلى أكثر من 40%. المهم 2% 3% حتى 5% فرق بنسبة المشاركة ما تأثر على مجمل العملية الانتخابية. مثل ما قلت، حتى لو 1% مشتركين، العملية من وجهة القانون والدستور صحيحة، لأنه ما عندنا ثوابت قانونية ومواد قانونية تمنع المصادقة الأولية أو النهائية على نتائج انتخابات كانت نسبتها متدنية جدا. نعم. وأنا سمعت مرة أيضا من أحد الخبراء الانتخابيين الأوروبيين ذكر مسألة، قال لا علاقة لنسبة المشاركة بشرعية الانتخابات، قال بدليل أن هنالك عوائل في أقاصي القرى في أوروبا لا يهمها ولا تعرف ما بعد الحرب العالمية الثانية من هو الرئيس ومن هو رئيس الوزراء ومن هو الوزير الفلاني. فأنا أيضا معك في هذا الطرح سيد كاكائي. أعود للأستاذ عمار كامل أيضا وأسأله، القوى الرافضة للانتخابات عن ماذا كانت تبحث كبديل؟ وبحسب رأي السيد كاكائي قبل قليل حين ذكر أن النسبة ممثلة حتى وإن كانت 1% 3% 5%، لم يكونوا يستطيعون أن يغيروا شيئا من المعادلة السياسية، أعني المقاطعين، وهل أنهم الخاسر الأكبر والمخسر الأكبر للعراق؟ طبعا أكيد أنا أختلف بالرأي مع الأخ كاكائي. يعني أعطيك مثل، اللي ناجح هسه لنفرض طالب ثانوية سادس، هذا جايب 50 وهذا جايب 90، جايب 95، هل يساوون بالقبول؟ لا يعني طبعا. هي صح تمتلك شرعية لكن ما تمتلك المشروعية يا عزيزي. هاي الحكومة اللي راح تشكل هي بوادرها مبينة، راح تسألني شلون؟ راح أقول لك يعني في حدث في بالي أنه 100% 95% السيد الكاظم الباقي رئيس للحكومة القادمة. راح تقول لي شلون؟ احنا اليوم وفق سياقات سياسية ضمن هاي الطبقة السياسية وتحددت تحديد خاص اللي خسروا في هذه الانتخابات، هم أساسا من صعدهم. أنا لو ترجع وياي شوية بالتاريخ وترجعنا ل 2018 والمفوضية الأخ اللي حسب ما افتهمت من أنه مجلس المفوضين كان إلى دور سيء جدا في انتخابات عام 2018 بسبب النظام الموجود اللي هي القائمة وفق قانون سانت ليغو. شوف احنا منو غير القانون، لا كتلة
سياسية غيرة القانون ولا حزب غير القانون. أنا أقول لك من غير القانون، غير القانون دماء الشهداء العراقيين اللي طوها بساحة التحرير وبساحة الحبوبي، هاي اللي غيرت القانون الانتخابي. ولا احنا إذا نظل على حزاب صدقني حتى احنا هاي الدمنا اللابسية ياخذوها من عندنا، واحتمال أزيدك من الشعر بيت حتى لما يقطعوا علينا، لأن كل الحكومات اللي شكلت همها وغمها هي أنه شون مكاتب الأحزاب الاقتصادية يكون لها دور واسع في نهج ثروات البلاد. وأعطيك دليل أكثر، الكل يتكلموا عن الفساد سواء بالمفوضية سواء بمؤسسات الدولة بدوائر الدولة، لكن أعطيني واحد يتحاسب وينهم؟ عندنا حكومة اليوم حكومة تصريف أعمال. أنا أحب أنوح على قضية واحدة يا عزيزي، هاي الانتخابات تمتلك شرعية وفق ما هم مرتبينه وساقوا القانون، لكن ما تمتلك مشروعية. مشروعية شنو يعني؟ مشروعية أنه اليوم أنا أطلع بحكومة تليق بواقع العراق، لكن تنقذ العراق. نعم، من يقدر سيد عمار، الأكبر سيد عمار، المفوضية ليست مكلفة. إذا سمحت لي، المفوضية ليست مكلفة أن تجلب المواطن قابضا من بيته وتقول له شارك. هو إذا لم يرد التغيير فهو راض بهذا، بهذه الأحزاب هو راضي بالعملية السياسية. المفوضية ليست مجبرة على إجبار المواطن على الانتخاب، هي فعلت ما عليها، تحديث سجل ناخبين، بطاقة انتخابية، اذهب إلى الانتخابات واختر من تشاء. لكنهم جلسوا في بيوتهم وأعلنوا مقاطعتهم وأعلنوها على مواقع التواصل وأعلنوها عبر الفضائيات، فما ذنب المفوضية في هذا الموضوع؟ أستاذنا العزيز أستاذ أنس، أستاذ أنس، المفوضية مسؤول الأول هي والحكومة العراقية تتحمل تبعات هاي الانتخابات. راح تقول لي شلون؟ أنت اليوم تريد تقوم عرس انتخابي، أنت شنو المواطن اللي استفاده على مدى 18 سنة أو أكثر من هاي الحكومات اللي شكلت ومن هاي الطبقة السياسية؟ يقول لك أنا أروح شو أسوي؟ ما هو رئيس الوزراء والحكومة بتشكيلاتها ضمن سياقات دولية تساق وإقليمية تحديدا. واليوم شفتوا الإقليم اللي داير مدار العراق له تأثير سلبي على تشكيل الحكومة. اليوم كل رئيس وزراء تشكل بالعراق هو مخترق الدستور العراقي. يا عزيزي أنا كمواطن أعطيك رأيي، لأن إحنا اليوم عندنا فقرة بالدستور تقول لا يجوز تسمي منصبا سياديا لمزدوجين الجنسية. يا عزيزي اليوم العراق حتى تبني به دولة صحيحة، روح شوف. أنا هسه من جيت للقناة لقيت طفل عمره 7 سنين صدقني والله العظيم شايل ترمز ما شاي وبيع شاي. هاي العملية السياسية هاي منتجاته. أما تقول المفوضية لا أكيد، لأن هي المشرع الوحيد اليوم لهذه الانتخابات وهي تتحمل المسؤولية كاملة، هي والحكومة العراقية. اليوم احنا نعرف كل اللي نشوفه حرق للإطارات بالشوارع، تصريحات نارية، هذه أشياء سياسية يا ما حد حاسبهم. نعم لكن يا سيد عمار، هذه أشياء سياسية كلام بسيط على الأنجية السياسية. نعم هذه أشياء سياسية لا علاقة لها بعمل ممكن المفوضية. يعني المفوضية ليست مذنبة، المفوضية هم مجموعة من الموظفين. من حقنا كإعلام ومن حقنا كشعب أن نسألهم عن بعض الأمور، عن بعض الخفايا، لا أن نحملهم مسؤولية ما يحدث في الشارع. إذا كانت هنالك تظاهرات بالإمكان يعني امتصاص هذا الغضب في الشارع سياسيا، بالإمكان التعامل معها أمنيا، هذا شأن الحكومة لا علاقة لنا به. لكن المفوضية لا تحمل مسؤولية شعب سكت عن حقه، ولا تحمل مسؤولية سياسيين يريدون أن يأخذوا ما يعتبرونه حقوقهم. هذه الحقيقة. الشعب ما يعني آني اليوم أريد أحث المواطن صدقني. بس اسمح لي عزيزي، أنت في أحد اللقاءات سألتني شنو الحل وشنو البديل لهذا الأزمة اللي يعيشها المواطن العراقي بين عدم الثقة بين هاي الطبقة السياسية وبين المواطن العراقي. هاي الأسباب إلى تراكمات 18 سنة. اليوم يا اللي يجينا يا رئيس وزراء يقول آني راح أغير الحال، أول ما يستلم مقاليد الحكم شي يصرح شي يقول ولقيت الدولة العراقية مفلسة، حال الوزير الموجود
يقول انا طبيت للوزاره لقيتها مفلسه. زين احنا عندنا حيتان للفساد، حيتان لا تتصور هاي الحيتان اليوم وفق هاي العمليه الديمقراطيه الهزيله، انا اسميها هزيله لان المفوضيه حرمت الخارج من التصويت. 5 مليون إلى 6 مليون عراقي خارج العراق مهجرين لاسباب معظم الشعب العراقي يعرفها، هم حرموهم من التصويت. زين الدستور العراقي هذا خرق للدستور العراقي، هذا واحد. اثنين انت على تجري انتخابات يجب حل البرلمان الحالي اللي هو قبل يومين من الانتخابات انحل. روح اقرا الدستور العراقي، مو يقولون احنا الدستور العراقي هو صمام الامان. طيب ليش ما حلوه قبل 60 يوم مثل ما نص الدستور العراقي حتى تكون الحكومه لها حق تحاسب الفاسدين وتجيب هاي التماسيح الكبيره وتقضي عليها وترجع المال العام؟ يا عزيزي احنا اليوم حتى نكون صادقين ويا انفسنا قبل لا انه نعطي وعود، ولحد هاللحظه هاي ارجع واقول لك كل الانتخابات من يشكل حكومه بالاخير؟ من هو؟ راح يجيك التدخل الخارجي والتدخلات الدولية وتفرض عليك، وبالأخير العراق يقول لك ليش أروح؟ أروح ما أروح، رئيس الوزراء أمريكا تجيبه ودول الجوار وتخلي، والحكومة هي مجهزة مجهزة. هذا أصلا بالشارع نسولف ذي. يا عزيزي الانتخابات لو كانت صحيحة وبمنظور وطني عند العراقي، اليوم العراقي ما قام يحب بلده، يقول لك أنا بس طلعني لأن أنا ما عايش حياة حقيقية يعني إنسانية مثل باقي الدول. يعني هسه مثلا تركيا ايش قد بها عراقيين ما يستلمون تقاعد من العراق وما يستلمون رواتب من العراق وما عايشين بتركيا. زين ليش ما تجي تتغير؟ يقول لك انا ما اقدر اسوي شيء بين هاي الاحزاب، والانتخابات اللي جرت وفق السلاح المنفلت كل الاحزاب 90% منها عندها اذرع مسلحه، اجوا هسه 40 مستقل شيء يقدرون يسوون؟ شيء يقدرون يسوون؟ ولعلمك حسب معلوماتي نص اللي فازوا من المستقلين وتحديدا اللي هم تشرينين هم تحت وصاية احزاب متنفذة بالدولة، وبوستراتهم الاعلامية اللي نزلوا بها كدعاية انتخابية ما عندهم امكانية. يعني هاي المفوضية ابسط شيء ما قدمت للمرشح المستقل، ما قدمت له دعم مالي انه يقدر يتحرك به ويسوي حوارات ويا الجمهور ويعطيهم مشروع الانتخابي برنامج الانتخابي شنو. ما عندنا دعم بالعراق الا تروح تصير بحزب، يا اما بحزب تحت وصاية احزاب. يعني مع احترامي اليوم ردود الفعل اللي صارت بالشارع، ما معقولة انا اليوم سيد الموقف وبالتالي يطلع لي 4 مقاعد لو 3 مقاعد، اكيد هاي كارثة. وبالتالي ما يعرفون معنى الديمقراطية شنو. نعم. اليوم الديمقراطية هي مصدر قوة الفرد في المجتمع المواطن العراقي، المفوضية كان عليها تنزل للشارع العراقي وتثقف على هذا القانون الانتخابي وتفهم الناس، كان يكون مجموعات جروبات ندوات مؤتمرات فقط ويا العملية السياسية، بالتالي ما يقدرون يطلعون من هذا الإطار. لذلك النتائج كانت نتائج غير مقبولة من الوسط السياسي مو المواطن، المواطن يقول لك أنا ما لي علاقة، اللي راح فهو من جمهور الأحزاب. نفس العملية راح تكون إفرازاتها وراء هاي الانتخابات نفس ما نرجع عليه عام 2018، بطالة، عدم وجود قطاع خاص مدعوم، عدم وجود زراعة، عدم وجود مصانع، عدم وجود كهرباء. نعم 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 سيد عمار، نعم سيد عمار، لكنني اريد ان اعود. نعم تدعم بها البطالة الموجودة بالعراق. إذا سمحت لي أريد أن أعود للسيد سعيد كاكائي عضو مفوضية الانتخابات السابق وأسأل. بعض الجهات السياسية كبارات من السياسيين وقسم منهم لم يشارك في الانتخابات، خرجوا بتصريحات ومؤتمرات صحفية أكدوا فيها أن النتائج تدخلت فيها دول أخرى، دول خارجية. ما صحة هذا الموضوع من الناحية العملية أسألك فقط لا من الناحية السياسية، لن أورطك بشيء سياسي بعد الآن. نعم الخاسر يطلق رصاصاته في كل الاتجاهات. الخاسر يطلق رصاصاته وأسهمه في كل الاتجاهات ويحاول أن يخلق صورة غير واقعية للواقع المؤلم بالنسبة إله وللأطراف اللي معه. احنا نرجع ونقول العملية الانتخابية كانت من وجهة نظري
ومثل ما احترم وجهات نظراتكم اطلب من حضراتكم احترام وجهه نظري. كانت عمليه نزيهه وشفافه مو عادله 100% لكن مقبوله على المستوى العالمي. اللي قاطعوا الانتخابات ما لهم حق، ما لهم حق، وكرر مره ثالثه ما لهم حق ان يلومون المفوضيه ولا يلومون الحكومة القادمة، سواء كانت حكومة ديمقراطية أو حكومة انتهازية أو حكومة فاسدة أو حكومة دكتاتورية. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا حجر على حجر في تغيير الواقع المنشود. الواقع المنشود اللي أنت ليش تسوي انتخابات حتى تغير من السلطة التشريعية اللي من خلالها تنولد السلطة التنفيذية. طيب إذا أنت جبت نفس الوجوه الكاحلة الفاسدة السارقة المارقة المنفلت اللي عندها السلاح المنفلت والمال السياسي، إذا أنت تقاطع وما تشارك وذولا عندهم السلاح الدستوري والقانوني اللي حتى لو نصف من 1% يشارك، إذن العملية الانتخابية هي عملية صحيحة، فأنت تسمح لهم أن يبقون على دفة الحكم. فليش تجي تلوم اليوم؟ تلوم تريد خدمات، انت ما راح تتغير من واقعك. فاللي يتسلط عليك سواء بالسلطه التشريعيه او التنفيذيه هذه نتيجه مقاطعتك للانتخابات، هذه نتيجه عدم مشاركتك بالانتخابات. لذلك عندما احنا نجي يعني نقرا الواقع السياسي خلال 18 سنه، خلال هال 18 سنه ايش عمل المواطن العراقي؟ الفاسدين كبرنا جيوبهم، المارقين انطيناهم الاسلحه الفتاكه باسم الشعوبيه، باسم القوميه، باسم الطائفيه، باسم العشائريه، قاعد يذبحون اولادنا وقاعد يذبحون اصدقائنا واحنا ساكتين. لكن اذا اروح لصناديق الاقتراع واطلع من عيونهم حق الشعب، ذاك الوقت اكو واحد يقول لي انت ليش تغير السلطه؟ خلي يزمرون ويطبلون بانه هالانتخابات فاسده، وشي فيه؟ احنا عندنا القانون، القانون هو الحكم، القانون فوق الكل، وعندنا الشرعيه، الشرعيه منين تجي؟ من الشرعيه الدوليه. اذا المنظمات الدوليه هي اللي راقبت العمليه الانتخابيه، واذا نسبه سواء 36 او 41 اشتركت بالعمليه الانتخابيه ونطت شرعيه للعمليه الانتخابيه، البقيه الباقيه اللي 64 او خلينا نقول 46% عند ما تشارك بالعمليه الانتخابيه ما لك حق ان تلوم الواقع. نعم، نسبه الخطا، أنا بالنسبة نسبه الخطا القياسي الذي اعتمدتموه. نعم، خلي اكمل هذه بالله. نعم، عند ما المفوضيه السابقه اتهمتهم، مو بس اتهام، بالأدلة الدامغة بأنه أكو تزوير، أخذت وثائقي ورحت للمحكمة ولهيئة النزاهة، وبنفس الوقت رحت إلى ساحة التحرير شهرين ليلية أنا متواجد في ساحة التحرير، ساحة الحبوبي، أروح أزور المتظاهرين. أنا ما قعدت ببيتي وأنتظر تغيير الواقع، لا، بتبادل الآراء غيرنا ما غيرنا. الانتخابات المبكرة بالنتيجة هي شرع نزع الشرعية على البرلمان الفاسد اللي اجى بالتزوير سنة 2018، بعد أكثر من هذا شو نسوي؟ نعم. أنا أريد فقط تفسيرات من حضرتك وفق خبرتك. هل لديك تفسير لظهور نتائج للمرحومة السيدة أنسان مانويل وبأنها فازت بأكثر من 2000 صوت؟ هل هنالك من تفسير منطقي لهذا الموضوع؟ لا، نعم، هناك تفسير واقعي ومنطقي وعملي وفعلي، وهي المفوضية أرسلت أسماء المرشحين على قوائم أوراق الاقتراع إلى ألمانيا للطبع، انطبعت هناك يعني قبل وفاة المرشح الله يرحمه، قبل وفاته، فهي اسمها موجودة على ورقة الاقتراع. بعد ما رجعت اوراق الاقتراع هي توفت الله يرحمها، رحمها الله. فالمفوض ايش سوت؟ ما تقدر تمسح اوراق الاقتراع لكل محافظه بغداد او حتى للدائره اللي هي نازله بيها، وبالمناسبه لانه كوتا
تشمل العراق كله. نعم. يعني هل من المعقول أن يتغير 26 مليون ورقة اقتراع لأجل مرشحة فقدت حياتها؟ طيب. لا طبعا. طيب لا تغيرها. لا اسمح لي. نعم. اسمح لي. المواطن عندما يفقد عزيز عليه يبقى حبا إليه ينطي صوته. لكن هل المفوضية أخذت ونطت الأصوات إليه وهي ميتة؟ لا بالتأكيد. حجبت الأصوات وراح تحجب الأصوات مثل ما حجبت الأصوات عن المرشحين الذين استبعدوا من قبل المفوضية. فغيرها راح تصعد بمكانه. ماكو إشكال. ما هو التساؤل وين؟ لا التساؤل وين سيدي الكريم؟ التساؤل يقول لك مرشحين عليهم الاعتماد، مرشحين حملاتهم الانتخابية ضخمة، مرشحين معروفين في مناطقهم، مرشحين وراهم أحزاب وكتل سياسية، ما حصلوا نصف، ربما أقل من نصف العدد اللي حصلت عليه السيدة المرحومة أنسان مانويل. فيقول لك تعال قل لي شلون هاي حصلت هيك. وطبعا على فكرة السيدة أنسان مانويل يعني من إخواننا في المكون المسيحي. نعم المكون المسيحي أنت تعرف يعني عدده في العراق للأسف بات محدودا. يعني هذه أيضا من توابع ما بعد 2003. فبالتالي من أين حصلت على أكثر من 2000 صوت؟ هو هذا التساؤل. أنا بخلي جوابك. أنا زوجتي يعني هسه يجوز تتهموني بأنه أنا من الناس اللي يدافعون عن المفوضية بشراسة. خلي أعطيكم مثل على حالتي. أنا زوجتي نزلت مرشحة مستقلة في كركوك. طيب الناس اللي اجوا علي وقالوا احنا اصواتنا لك اكثر من 5000 ناس. نعم. عوفك من 5000 الداعمين الناخبين الداعمين اللي حطيناهم قائمة 700 اسم وقدمنا للمفوضية يوم ما رشحت زوجتي. نعم. بالانتخابات 700 اسم. زين هل من المعقول هال 700 ما صوتوا لها؟ هل من المعقول من 5000 ما صوتوا إلى 1000؟ النتيجة جت لها 144. 144 صوت. 144 صوت. فأنا أروح أتهم المفوضية والله سرقوا أصواتها وأنا ما عندي أدلة؟ عيب علي. عيب علي إذا ما عندي أدلة أثبت بأن المفوضية زورت صوتها. عيب علي وعلى زوجتي بأنه نروح نتهم المفوضية بالإخلال في نظامها، الإخلال في سياقاتها، لأنه ما عندي الأدلة. طالما ما عندي الأدلة لازم أحترم عمل المفوضية واسكت. هذا اللي ناس يعني ناسي الله يرحمه علي الوردي شخص الازدواجية في الفرد العراقي بصورة صحيحة. منا ينطيك 1000 وعد وعلى عيني وعلى راسي وأنا وياك وروحي فداك وروح وراء لحظات يسوي العكس تماما. يسوي العكس تماما. هذا اللي حدث. انت 46% قاطعوا الانتخابات حسب النسبة اللي اعلنتها المفوضية، وانا بالنسبة لي 64% قاطعوا الانتخابات. ليش؟ هسه النتيجة اللي الاحزاب اللي راح يشارك الحكومة ذولا اللي 46 او 64 لهم حق ينتقدون الحكومة. انا اقول لكم لا ما عندهم حق، لانه ما اشتركوا في تغيير هالوجوه الكالحة، تغيير الفاسدين ما اشتركوا به. المتسلطين المتواجدين منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم هم موجودين في دفة الحكم وراح يقوموا في دفة الحكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إحنا القدر إحنا ما نريد الحياة ولذلك القدر ما يستجيب لنا. نعم أنا أشكرك. نعم. أشكرك جدا وأحييك على دفاعك عن مؤسستك السابقة أستاذ سعيد كاكاي عضو مفوضية الانتخابات السابق. كنت معنا عبر سكايب. أتوجه بالشكر الجزيل أيضا للناشط السياسي المهندس الأستاذ عمار كامل كان معنا من بغداد، والشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، وننوه بأن حق الرد مكفول حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.